الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين والمرسلين. ثم أما بعد، فيديو النهاردة بعنوان نصيحة محب. نصيحة محب لك، نصيحة حريص عليك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. المعنى والمقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكرب يوم القيامة أي كل ما يتعلق بالآخرة. فلازم تعد، لو أنت تأخذ نصيحة محب لازم تعمل حوالي 16 أو 17 عمل خير من دفع كربة أو إدخال سرور أو تفريج هم لأخوك المسلم. لأن أنت أصلا كرب يوم القيامة بتبدأ من السكرات، تبدأ من حسن وسوء الخاتمة، وثم السكرات، ثم دخول القبر، ثم سؤال الملكين، ثم فتنة القبر، وإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم البعث، ثم النشر، ثم تناول الصحف، وثم دي لا تفيد عندنا في الكلام الترتيب يعني، ولكنها المراحل، ثم الوقوف بين يدي الله وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال، ثم اللي هو الدخول أو العرض على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم القنطرة، وبعد القنطرة أو قبل القنطرة العبور على الصراط وهو جسر ممدود على جهنم. كل دي أحوال يوم القيامة والفزع، كل ما يتعلق بيوم القيامة. هتلاقيهم 20 أو 25 مرحلة من مراحل يوم القيامة، بداية من خروج الروح إلى أن تلقى الله عز وجل وتدخل الجنة بإذن الله. فبيهم 25 عمل لابد أنك لو كنت تأخذ نصيحة محب اوعى تخلص دنيتك أو دنيتك تخلص منك من غير ما تعمل 25 عمل خير في حياتك. لعل الله عز وجل بكل كربة من كرب الدنيا تفرجها عن أخيك المسلم يفرج الله لك بها كربة من كرب يوم القيامة. الدالة على الخير صدقة، الدالة على الطريق صدقة، الآمر بالمعروف صدقة، والناهي عن المنكر صدقة، زيارة المريض صدقة، إن أنت تساعد واحد في زواج بنته صدقة، سواء يتيمة أو مش يتيمة صدقة، إنك أنت تسدد ديون صدقة، إنك تنصح على قل لله صدقة. كل دي كرب من كرب يوم القيامة تفرج عنه هم. على قل ما لقيتش حاجة ممكن تسمع أخوك المسلم، ممكن على قل بس تسمعه، تسمع مشكلته، تحاول تحلها له، تدعي له عن ظهر الغيب. لازم دنيتك ما تخلص إلا وانت عامل 25 عمل خيري، وقل في كل عمل لعلها المنجية، لعلك بالعمل ده تنجو. كلنا حافظين القصة بتاعت الست اللي هي حبست القط، فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، كان السبب ده سبب إن هي تدخل النار. تخيل لو السيئة دي اللي هي عملتها دي هي ما كانتش عملتها خالص أصلا. وعلى العكس خالص، أن الرجل الذي نزل إلى البئر أو الزانية التي نزلت إلى البئر وسقت كلبا فغفر الله وشكر لها وغفر الله كل ذنوبها. لو هي جت عند الحسنة دي وقالت هي كده كده خسرانة، أنا كده كده داخلة النار، وثابت الحسنة دي وما عملتهاش، والله كانت لعلم الله عز وجل ان ده كان السبب، ممكن كانت لا تقابل او الفرصة دي ما تجيلهاش تاني، ولكن بحسنة واحدة من اللي هي عملتها غفر الله لها كل ذنوبها، لانها كانت لعلها المنجية. لعل ان ميزان حسناتك وميزان سيئاتك يتكافوا، فتفضل احوج الناس الى حسنة واحدة. فخليك في الدنيا هو خليك حريص، اي كربة تقع لأخوك المسلم او اي تفريج هم او اي صدقة او اي عمل خيري ربنا يسوق اليك في طريقك، حاول ما تفرطش فيه، لعل وعسى ان الله يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة واللي احنا ذكرناهم كلهم. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، واقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.